تم تدشين المشروع مدينه محمد بن راشد اللي هي ديستريكت 1 في 2012 سيتي سكيب. الحمد لله يعني في سيتي سكيب 2013 اليوم نحن حابين نعرض المشروع تفصيليا بعد ما اشتغلنا على الكونسبت وبدينا نسوق المشروع من شهر 5 تقريبا للمرحله الاولى او اول 300 فيلا خلينا نقول للمشروع. طبعا المكونات الرئيسيه للمشروع هذا من اهم المكونات، اول شيء عندك انت موقع استراتيجي للمشروع هذا نفسه، فبعده من دبي مول او المناطق الاستراتيجيه مثل المطار وغيرها، فمن دبي مول تقريبا 5 كيلومتر او 4 كيلومتر، من المطار حوالي 15 كيلومتر، سو اتس سنتر او وسط البلد نفسه، وهم تقول تقريبا 60 الى 65% منها مسطحات خضراء ومائيه. عندنا مسطحات مائيه حوالي 3 مليون ونص قدم مربع اللي هي الووتر لاجونز، وهذه مان ميد بيتشز. طبعا هاي التقنيه جبناها من تشيلي، وهاي بتعطي مثل ما تقول ساحات اضافيه للبيتش بس المان ميد للسكان وحتى للزوار. المساحه الاجماليه للمشروع حوالي 45 مليون قدم اللي هو تقريبا 4.2 مليون متر مربع. المشروع هذا ترى تقول حوالي 90% فلل، وفي طبعا نسبه بسيطه اللي هي للشقق اللي هي اللو رايز ديفلوبمنت، وعندك الريتيل والاف ان بي اوت للهوسبيتاليتي على الواجهه المائيه، وبيكون بعد في بوتيك هوتيل، وفيها طبعا الانترتينمنت زون، وفي بعد اراضي مخصصه مثلا للمدارس وللعيادات والمستشفيات.